يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم السبت 11 حزيران 2016 من عدة أيام ابتدى شهر رمضان المبارك، فترة مميزة من السنة بينطروها كل المؤمنين، هالشهر الفضيل اللي منترقب هلاله حتى يهل علينا بالخير والرحمة، بيجي حامل معه ذكريات من الزمن الجميل وبيحمل معه المعاني الحقيقية للمحبة والعطاء، العطاء اللي لازم يمكن نتماثل فيه على مدار السنة كلها مش بس بالمناسبات. وكلنا بنعرف أنه بسحره وبركاته هالشهر الفضيل دايما بوعي فيه مشاعر الإنسانية. والصوم الحقيقي مش بس الطقوس والاحتفالات والامتناع عن الأكل، الصوم الحقيقي هو تهذيب وطهارة للروح، وقدي حلو أنه نستقبل هالشهر الفضيل بروح المحبة والعطاء. نحن كبشر خلقنا متساويين، ولكن ظروفنا بتختلف، كل واحد منا ربنا أنعم عليه بأشياء كثيرة، فمش كثير إذا بالمقابل أعطينا شوي من وقتنا، شوي من نفسنا، من اهتماماتنا وحتى من أموالنا حتى نساعد خينا الإنسان، خينا بالوطن اللي عم بيواجه ظروف صعبة. إذا كل واحد منا فكر بهالطريقة مش بس بالمناسبات وبفترة الصوم وبالأعياد، إنما بكل يوم جديد ربنا بيهدينا إياه، بتصور رح نقدر نعمل فرق كبير بحياتنا، حياة الآخرين، وتلقائيا بحياتنا نحن. بتمنى صيام مقبول لكل الصائمين اليوم، ومندعيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، بلبنان، بالدول العربية وبكل أنحاء العالم، حتى تابعوا معنا حلقة جديدة من MTV Alive اللي رح نبديها هلأ مع زميلتي تينا. صباح الخير. صباح النور ورمضان كريم. ثانكيو وإلك كمان، ينعاد عليك يا رب الخير والصحة وعلى كل المشاهدين. فقراتنا خلال هالشهر الفضيل للبعض منا رح تكون خاصة بهالمناسبة، وأكيد فقرات تعودوا عليها المشاهدين وخاصة خلال الويكند. نهار السبت في فقرات مميزة بينطروها، وأنت كمان عندك أشياء اليوم بإي سمارت. موضوعنا كثير حلو من منظار بيئي شوي، عم نحكي عن التغذية، كيف الواحد ممكن يخفف من هدر الأكل رولا، يعني خاصة بهالزمن وين الأكل كل ما عم بيتقدم معنا التاريخ كل ما الأكل عم بيخف في هدر أكثر. ودائما إنه خلال هالفترة المباركة نفكر بهالموضوع، نفكر قد ايه في ناس مش قادرة تاكل، فالأكل اللي بيكون موجود عندنا على الطاولة إذا بقي منه نفكر كثير منيح شو نعمل فيه، قد ايه الكميات اللي كمان نقدمها لإلنا ولا العائلة، ونفكر إنه في غيرنا بحاجة لهالمأكولات بيقدروا يستفيدوا من هالأشياء. وفي عنا وصفة كثير طيبة رح يكون معنا شارل عزار اليوم رولا. حلويات رح نعمل كرامبل بمعمول الفستق. حلو كثير. كمان من وحي شهر رمضان مبارك، خلينا نبدا انا وياك يا تينا بدون تاخير اخبارنا المنوعه ب اب تو ديت، خليكم معنا. بتحبي الفوتبول تينا؟ كثير بحب الفوتبول. بطولة يورو 2016 بلشت، والسؤال اللي شاغل الكل هو وين رح نحضر المباريات؟ وكلنا بنعرف قد ايه الشعب اللبناني عنده ولع او شغف لهاللعبه اللي تعتبر اللعبه الاكثر شعبيه بالعالم، وقسم كبير من اللبنانيين للاسف عم بيواجهوا نفس المشكله اللي واجهناها من سنتين اذا بتتذكري وقت المونديال، وهي انه مضطرين ندفع مبالغ كثير كبيره حتى نقدر نحضر هالمباريات بالبيت، او مبالغ كمان مش هينه ابدا اذا قررنا نحضر هالمباريات بالمقاهي والمطاعم اللي عم بتقدم العروض، واكيد سعر او هالمبلغ بيختلف حسب اهميه كل مباراه. المشكله الدائمه هي الاحتكار اللي عم بيصير بالنقل التلفزيوني لهالبطولات حول العالم، خاصه بمنطقه الشرق الاوسط، وهون اعصار شبكه بي ان سبورتس حصلت على كل البطولات وما فينا نحضرهم الا عندهم.
وإذا قررنا نشترك بشبكة بي إن سبورتس المبلغ يقارب الحد الأدنى للأجر الشهري بلبنان. تصوري تينا، والمشتركين الجدد مجبورين يركبوا جهاز الاستقبال ويدفعوا الاشتراك السنوي اللي بيبلغ سعره حوالي 340 دولار ويضاف عليه 100 دولار تركيب صحن لائط وكيبل، يعني المبلغ الإجمالي بيوصل لأكثر من 500 دولار أمريكي بس نحضر هاللعبة اللي بيسموها اللعبة الأكثر شعبية بالعالم. وكمان نقطة مهمة إنه العديد من القرى والمناطق والضيع اللبنانية بالشمال والجنوب ما بيوصل لعندها الساتلايت، فما عندهم إلا المحطات المحلية اللي أكيد ما بتقدر تنقل هالبطولات. إذا بتتذكري كمان من سنتين تلفزيون لبنان عام بمبادرة كتير كبيرة وهي كسر الاحتكار وعرضوا مباريات المونديال وتعرضوا لدعوة قضائية من قبل شبكة بي إن سبورتس وربحوا تقل ربح الدعوة لأنه ما أثر على البث الفضائي بالدول العربية لهالمباريات، وللأسف يمكن تقل هو المحطة الوحيدة أو فشة الخلق الوحيدة للمواطن اللبناني الفقير اللي حابب يحضر هالبطولة هالسنة. طويفة الأليف من محبي الملاكم الراحل محمد علي كلي على بلده لويفيل اليوم الخميس، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جسمين الرجل يلي صارع منافسي داخل الحلبة وسعى للسلام خارجها. أقيمت الصلاة في قاعة فريدم هول هالصالة يلي شهدت انتصار محمد علي على المصارع ولي بازمنوف سنة 1961 وكانت آخر مباراة له بلويفيل. تقريبا 14 ألف شخص حضر هالجنازة. وقال رجل الدين شيرمان جاكسون من جامعة ساوث كارولينا وشدد أنه محمد علي كلي كان معروف لدفاعه عن قضية الأمريكيين السود خلال حركة الحقوق المدنية بالستينات وبعدها أكيد، وأضاف أنه لقد رحل عن العالم إنسان صلب ورائع ومحب للحياة، بوصفه لمحمد علي اللي رفض الخدمة بالجيش الأمريكي ما كنت عارفة خلال حرب فيتنام. كان ضد العنف والحروب. توفي نهار الجمعة الماضي إثر إصابته بالتهاب حاد وانخفاض بضغط الدم، كان عمره 74 سنة. ومش بس محمد علي كلي كان يعني صعد على قمة عالم الملاكمة بوقت ما كان إلا البيض عم بيقدروا يحصلوا على الليفلز يعني بهالرياضة، ولكن كمان شكل صدمة تانية للمجتمع الأمريكاني، صدمة أخرى بانضمامه لحركة أمة الإسلام وتغيير اسمه من كاسيوس كلي لمحمد علي سنة 64 لما اعتنى رسميا الإسلام بالسبعينات. لكن فرد الاحترام من قبل الجميع له بظروف كثير صعبه للسود، صح للجميع من قبل الجميع بظروف كثير صعبه، وكان بالفعل بطل الشعب وبطل كبير مش بس بقوته الرياضيه او بانجازاته الرياضيه انما كمان بانسانيته وبتعاطفه مع الاخرين وقلبه الكبير. تحيه لروح محمد علي كلي. بيل جيتس كمان رجل اعمال من اغنى او اغنى رجل بالعالم، الملياردير المعروف اللي بمؤسسته الإنسانية والخيرية عم بيحقق كمان مشاريع كتير مهمة لإنهاء الفقر والقلة إذا بدكم حول العالم. مشروع جديد أطلقه مؤخرا وهو أحدث برنامج لإله لمساعدة المواطنين اللي عايشين بدول إفريقيا، وهو قرر يتبرع لهم بشو؟ بالدجاج. دجاج؟ يس دجاج للأكل يعني؟ دجاج دجاج حي حي قول هني. قال مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير المعروف عبر حسابه على تويتر، لو كنت عايش على دولارين كل يوم أنا بختار أنه ربي دجاج. يعني حط حاله محل كل الفرق اللي عايشين بدول افريقيا واختار هالمهنه انه يربي دجاج. رح يتبرع جيتس ب 100,000 دجاجه مطعمه ضد الامراض، هالبرنامج اللي رح يزيد دخل المواطنين بيتميز لانه هو ما بيكلف كثير، يعتبر استثمار جيد وبيساعد على توفير تغذيه للاطفال.
وقال لجيتس انه اي فلاح بيقدر يبدا مع 5 دجاجات مثلا تينا وبعده اشهر الخمسه ممكن يصيروا 30 و40 وبظرف سنه واحده بيقدر الفلاح يكسب اكثر من $1,000 امريكي من وراء تربيه الدجاج مقارنه بالحد الخط الفقري الشديد اللي هو مبلغ قيمته $700 لكل مواطن. بالنهايه جيتس حابب يساعد اكثر من 30% من الاسر بالمنطقه الريفيه الافريقيه بالسنوات القادمه، وقالت ميليندا زوجته لبيل جيتس انه تربيه الدجاج بتقدر كمان تحسن وضع النساء من خلال توفير مصدر دخل لهم. هون عم نحكي عن وومن امباورمنت او تمكين المراه، ولكن بعض المنتقدين وصفوا هالبرنامج بانه عمل دعائي، عم يعمل دعايه لنفسه وما رح يحل مشكله الفقر الشديد بافريقيا، بس بيل جيتس مصر انه هالخطه رح تعمل فرق كبير. وكتب جيتس على موقع المشروع: يمكن تضحكوا بس انا مقتنع وبقول انه كثير مبسوط بالدجاج. حلو. من بيل جيتس لمارك زوكربيرج، اعلن رئيس التنفيذي ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحته الشخصيه انه من هلا ورايح صار فينا نشهد لصور بدرجه 360 يعني 360 degrees، وكل النواحي مش بس الصور ولكن الفيديوز كمان رلا، فبتعملي ابلود لصورتك بعد ما تاخديها بالفورمات البانوراما، وبعد تعملي ابلود للصوره بالماوس بكل سهوله، بتكبسي على الصوره ويا بتمشي يمين يا بتمشي شمال تتشوفي كل زوايا وتفاصيل هالصوره. ومثل ما شايفين هون لما عمل هالبوست على صفحته، اول صوره حتى هو صوره لمنهاتن بمدينه نيويورك، وهالصوره التقطت من المصورين مايكل فرانس وجوناثان دي وودز لصالح مجله تايمز، واتخذت من مركز التجاري العالمي ون. حلو كثير الصوره هيدا، مالها اضافي على الفيسبوك. بدنا اشياء تبعدنا، مش هلا صار لازم نصور بانوراما اكثر. في طياره وفي سياره صح؟ اوكي. عندك خبر إن عندك علم انه عم يشتغلوا على سياره بتطير؟ سياره بتطير؟ نحن بنقدر نطيرها يعني؟ اذا كل واحد عنده سياره. سياره طائره، مشروع سري لواحد احد مؤسسي شركه جوجل. من فيسبوك بننتقل لجوجل. نشرت مجله بلومبرج بزنس ويك تقرير بيقول انه لاري بيج مؤسس شريك بشركه جوجل عم بيمول من سنوات سريا شركتين متخصصين بتطوير تطوير سيارات الطائرة. الأولى اسمها زي إيرو، وبلش بيج دعمها ماديا من إنشائها عام 2010، أما الشركة الثانية كيتي هوك فابتدى بتمويلها من حوالي سنة. شركتين عم بيشتغلوا بشكل مستقل عن بعضهم حتى يطوروا تصاميم السيارة الطائرة، وهيدي نموذج عنا هون. بالرغم من أنه هالشركتين منهم تابعين لجوجل بشكل رسمي، مصادر بتقول أنه بيج صار مستثمر أكثر من $100 مليون من أمواله الخاصة بهالشركتين. الطيران عم بيتم اختباره أكيد بمطار ما بيبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن شركة جوجل، فبعرف بشك أنه ما عندهم خبر أو منهم مساهمين. وهالشركات بتضم مئات الموظفين اللي جذبوهم أو سحبوهم من أهم الشركات المتخصصة بهالمجال مثل ناسا، بوينغ وسبايس إكس. ما علينا، أنا ننطر كم سنة حتى نشوف إذا سياراتنا رح يقدروا يطيروا، وبقترح عليهم أن يبلشوا عنا بلبنان لأنه حالي لا تحمل. بلكي نسي نشوفهم بأوتو فوكس. منطير على سطح الاستوديو وننزل. هيدي أخبارنا بـ Up to Date، رح ننتقل مباشرة لأوتو فوكس ومنكمل.